اعتبر الكاردينال نصر الله صفير أن مسيحيي الشرق ولبنان لهم الله ليحميهم ويحفظهم، وأشار من مزيارة التي زارها وكان له تكريم فيها إلى أن الأحداث التي تعصف بالمنطقة لا تطمئن أحد، وعلينا أن نتكاتف ونتضامن لاجتياز هذه الأزمة. الأحداث التي نشهدها لا تطمئن، ولكن لبنان يبقى أحسن حالا من البلدان التي تحيط به، ونرى ما أصاب بعض البلدان ولا نسمي، ولكن لبنان يبقى بلدا هادئا مطمئنا على الرغم من بعض الإشكالات التي وقعت فيه. المسيحيون لهم الله فهو يحفظ الجميع ويحفظهم، ولكن طبعا الأحداث التي تحدث في المنطقة فإنها تؤذي جميع الناس وبخاصة المسيحيين. صفير أمل من المغتربين من أهالي مزيارة أن يبقوا متعلقين بوطنهم للحفاظ على تاريخهم ووجودهم في المنطقة.